هذه قصتنا الرابعة في شهر رمضان الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخبارك؟ تمام؟ تعلكم الحلب اليوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ قصة بعنوان الشاب والتفاحة. ممكن أنه مرت عليكم من قبل، بس صراحة أنا حبيت القصة فبلقيها بأسلوبي اللي هو أخص أسلوب في الحياة، بس بلقي لكم إياها. فلا تنسوا لايك واشتراك وثبتوا مجدد على صندوق الوصف وتابعوا عليه الكامل، تابعوني على سناب بعد. صلوا على النبي، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ويلا نبدأ القصة. يقول لك انه بيشب بالقرن الاول هجري، يعني سنة ما بين 50-130 كذا هجري. يقول لك هذا الشاب كان تقي جدا، كان متفرغ للعلم واللي هو علم القرآن والسنة النبوية، لكنه كان فقير جدا. مرة من المرات من شدة الجوع طلع يدور له أي شيء يأكل، يعني الرجال يبي يقوت يوم ما عنده أي شيء يأكله. فيمشي يمشي 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 لحد ما انتهى بيه الطريق البستان. بستان ما شاء الله عليه، يعني على كثر ما هو كبير على كثر ما فيه شجر تفاح. فأحد أقصان هذه الشجرة تدلى. تعرفون شو تدلى؟ يعني ما أعرف كيف أفسر لكم إياه، لكنه تدلى يعني طلع الشارع. فحدثته نفسه أنه يا رجال كلها، ترى هي تفاحة، منه تسجوعتك ومنه ما حد داري عنك، ومنه برضه يعني ما راح ينقص شيء من البستان ما شاء الله عليه. فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكل فيها لحد ما سدت جوعه يعني. فقام ورجع البيت لأنه خلص واكتفى في اليوم وبيرجع للعبادات، يعني جدول اليومي يعني بيرجع. فهو راجع البيت بدأت نفسه تلومه على الشيء اللي سواه. طبعا هذه تكون نفس المؤمن، المؤمن دائما نفسه تلومه على الأخطاء اللي يسويها. فنفسه قاعد تلومه يعني كيف أكلت التفاح من مال مسلم، ما استأذنت منه ولا أي شيء كذا، على طول أكلتها، ما يصير. فرجع الحبيب يدور صاحب البستان، فقعد يبحث 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 لحد ما لقى صاحب البستان. فقال له يا عم بلغ بي جوع مبلغا عظيما، فكلت تفاح من بستانك من دون ما استأذن منك، والحين أنا هذا أنا قدامك جاي أستسمح منك وأتمنى أنك تسامحني. فقال له صاحب البستان والله لن أسامحك وأنا خصيمك يوم القيامة عند الله. هنا الشاب المؤمن خلاص ودع الحياة. قصة أنك تكون خصيم شخص يوم القيامة، ترى هذا شيء ما هو بسيط أبدا، لأنه وقت اللي راح يحكم بينكم هو الله، فالأفضل أنكم تتسامحون بالدنيا. فبدأ الشاب يبكي وتوسل صاحب البستان أنه يسامحه ويترجاه ويبكي وما خلى أي شيء. فصاحب البستان ما زاد إلا أصرار على أنه أنا خصيمك يوم القيامة، أنا خصيمك يوم القيامة، يعني ما في حل ثالث، لا ما في حل ثاني. فتركوا صاحب البستان والشاب قاعد يلحق ويلحق ويلحق ويريد يسامحه. يا أخي سامحني يا أخي، التفاح ما راح تضر بستانك. فراح الرجال على بيته سكر الباب، قاعد الشاب هذا قدام البيت قاعد ينتظر صاحب البستان لحد ما يطلع صلاة العصر. فلما خرج صاحب البستان صلاة العصر لقى الشاب قاعد وينتظره ويبكي يبكي يبكي. فنظر فيه وشاف انه زاد نور اكثر من نور الطاعة اللي كان عليه الشاب والمؤمن ما شاء الله عليه. فقال الشاب لصاحب البستان يا عم انا مستعد انه اشتغل فلاح في المزرعة بقية عمري كله، بس بشرط انك تسامحني وقتها. قام صاحب البستان يفكر انه يعني كيف بده يسامحه. فقال انا مستعد اني اسامحك بس بشرط. هنا وجه الشاب تهلهل وفرح انه راح يسامحه. قال له انا مستعد اسوي لك اي شرط تشرطه عليه بس مقابل انك تسامحني. فقال صاحب البستان شرطي هو انك تتزوج بنتي. هنا الشاب انصدم، يعني كيف انه راح يسامحني ويزوجني بنته؟ فمن ادب الشاب ما قطع صاحب البستان، فكمل صاحب البستان وقال فقال له ترى بنتي عمية وصماء اللي هي طرمة وبكماء اللي هي خرسة ومقعدة برضه، وأنا من زمن طويل قاعدة أدور لها على زوج يحفظها وأقدر أستأمنها عنده، فإذا قبلت فيها أنا مستعد إني أسامحك، ما قبلت فيها أنا خصيمك يوم القيامة. انصدم الشاب من المصيبة الثانية هذا اللي جته، إنه كيف راح يقدر يعيش معاها وهي بهذه المواصفات وهو لساته يعني في زهر شبابه، يعني لسه يقدر يتزوج يسوي كل شيء، يعني كيف راح ياخذ وحدة بهذه المواصفات لا تقدر ترعى بيته ولا تقدر ترعى شؤونه برضه حتى هو. فقام يحسبها، فقال أنا أصبر عليها في الدنيا بس راح أنجو من تهدية صاحب البستان، يعني إن شاء الله إن شاء الله الجنة. سبحان الله شوفوا بعد النظر عند هذا الشاب. تتوقعون؟ قال الشاب صاحب البستان، راح الشاب لصاحب البستان وقال له يا عم لقد قبلت ابنتك وأسأل الله أن يجازيني في نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني. فقال صاحب البستان تمام يا ابني،
موعدك إن شاء الله الخميس القادم عندي في البيت عشان تأكل وليمة زواجك، وأنا متكفل كل شيء، بمهر بعرس بكل شيء. فلما نجي يوم الخميس راح الشاب على صاحب البنت وهو ثقيل الخطى وحزين الفؤاد ومنكسر الخاطر، ما هو مثل أي زوج رايح لعروسته بيوم عرسه. راح الشاب البيت صاحب البستان ودق الباب، فتح له أبو العروس، فدخلوا وأكل وسوى وسولفهم. بعدها قال له قم يا ابني عشان تدخل على زوجتك، الله يبارك لكم ويجمع بينكم بالخير إن شاء الله. وخذاه من إيده وراح من غرفة عروسته. فلما انفتح الباب الشاب شاف البنت فانذهل، البنية ما شاء الله عليها جميلة، بيضة فلانة، بيضة بيضة، والشعر ما شاء الله عليها تقول حرير نازل على كتافها، البنية زينة ما شاء الله عليها. فقامت ومشت عنده، لأن هي ما شاء الله عليها يعني حتى غزينة، جسمها كويس يعني ما هي شينة. أما هنا صاحبنا قاعد يتأمل بيها، يعني هو يقول أنا بحلم ولا بعلم، هذه أكيد حورية نازلة من الجنة، وهو مو مصدق إيش اللي صاير وإيش السالفة وإيش اللي قال له الكلام صاحب البستان وإيش اللي قاعد يشوفه قدامه. يعني الأوضاع تخربطت عنده، قال لها طب إيش سالفة كلام أبوكي؟ قالت له أنا فهمت إيش اللي قاعد يدور ببالك. طبعا راحت له صافحته وحبت إيده، قالت له أنا عمية عن النظر إلى شغلات الحرام، وأنا خرسة أو بكماء عن الكلام في شغلات حرام، أنا برضو صماء عن الاستماع عن شغلات الحرام، وأنا مقعدة ولا تخطو خطاي إلى شغلات الحرام. قالت له أنه أنا وحيدة أبوي، وأبوي صار له زمن طويل يبحث لي عن زوج صالح وتقي ويعني خاف الله، فلما جيت أنت تطلب السماح من أبوي عشان تفاحة أنك خايف من الله يوم القيامة، أبوي هنا انذهل وقال أنه هذا حرفيا هذا اللي يزوج، لأنه اللي خاف من الله على تفاحة أكيد راح يخاف من الله على بنات الناس. فقالت له هنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بك نسبا. طبعا يا عيال القصة جميلة جميلة لأبعد حدود، وفيها كذا يعني شغلات تتمناها أنه الحين في زمننا هذا. طبعا الى هنا نكسر نهاية الحلقة، ما ادري اذا عجبتكم، ان شاء الله تعجبكم، اذا عجبتكم اكتبوا لي تحت في التعليقات، واذا ما عجبتكم برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات. فلا تنسوا لكم اشتراك وحساباتي موجودة تحت صندوق الوصف، تابعوني عليها كامل، تابعوني على سناب بعد، وصلنا على النبي، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ومع السلامة.